أطلقت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة لجمع التبرعات لدعم مبادرة استعادة الأمل في غزة. تهدف الحملة لدعم نحو 16,000 من قطاع غزة من مبتوري الأطراف. وقالت الهيئة في بيانها إن الحملة تستهدف الأفراد والمنظمات والمؤسسات من القطاع الخاص والعام لجمع تبرعات تمكن من دعم عدد كبير من المتضررين جراء الحرب. إذن لمعرفة أكثر تفاصيل حول هذا الموضوع معنا مراسلنا من عمان عرار شلول. مرحبا عرار. إذن لتضعنا في صورة هذه الحملة، طبعا المستفيدين منها يعني واضح من هم، لكن أيضا ثمة حملة أطلقتها المملكة لجمع التبرعات، لو تحدثنا عن تفاصيلها. نعم آسيا، دعينا نتحدث بداية عن مبادرة استعادة الأمل، وهي حملة أردنية تهدف إلى زراعة أعضاء جديدة، أطراف جديدة لمن فقدوا أطرافهم أو إحدى أطرافهم في قطاع غزة من جراء هذه الحرب أو قبل هذه الحرب. بالتالي الحديث وفق الأرقام، أرقام الأمم المتحدة والأرقام الدولية، عن أن هنالك في قطاع غزة حوالي 12 فلسطينيا فقدوا أطرافهم من جراء هذه الحرب، حوالي 4,000 منهم من الأطفال. بالتالي الحديث اليوم عن أنه هناك 10 أطفال يوميا بحسب الأمم المتحدة يفقدون أطرافهم بسبب هذه الحرب المستعرة منذ العام الماضي، والعدد آخذ في الارتفاع. الأردن يستهدف اليوم 16,000 خاصة من الذين أيضا ينضمون إلى هذه الحملة ممن كانوا أساسا قبل هذه الحرب يفقدون أطرافهم. الهدف هو الوصول إلى 16,000 من الغزيين فاقدي أطرافهم وإعادة الأمل إليهم. بالتالي الحديث عن أن هناك مبادرة تستهدف تأمين الأطراف الجديدة، كلفة هذه الأطراف تصل إلى 1400 دولار أمريكي تقريبا عن كل طرف واحد يمكن تأمينه من خلال الحملة الأردنية، والعدد قابل للزيادة بالنسبة لبعض الغزيين الذين فقدوا جميع أطرافهم. هذا الكلفة الكلية تشير وفق الأرقام الرسمية الأردنية إلى حوالي 20 مليون دولار، كلفة يعني شمول كافة فاقدي الأطراف في قطاع غزة بأطراف جديدة. بالتالي تم تأمين مليوني دولار أمريكي منذ سبتمبر الماضي، وقتما تحركت عيادتان أردنيتان تابعتان للخدمات الطبية الملكية للجيش الأردني إلى جنوب قطاع غزة للمستشفى الميداني الأردني في خان يونس لتأمين الأطراف الجديدة، وهي عيادات متنقلة ستتحرك إلى كافة أرجاء القطاع لتأمين الغزيين من فقدوا أطرافهم بأطراف جديدة. بالتالي هذا الرقم مليوني دولار غير كافي لتأمين هذه الأطراف من ضمن 20 مليون دولار. اليوم بدأت حملة أردنية على وسائل الإعلام تستهدف الأفراد، الشركات، الهيئات في القطاعين العام والخاص للتبرع بشكل مباشر ضمن المسار الأول، والمسار الثاني هو موجه إلى المنظمات الدولية من خلال اجتماعات ستعقدها الهيئات، الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والجهات المعنية بهذا الخصوص، لاستقطاب التبرعات من المنظمات الدولية لتأمين الأطراف الجديدة وتأمين إجراء عمليات لزراعة أطراف جديدة لمن فقدوا أطرافهم في قطاع غزة ضمن وقت قياسي يصل إلى بضع دقائق تقريبا، ويتمتع الغزي الفاقد لأطرافه بأطراف جديدة. بالتالي هذا جزء من مبادرة استعادة الأمل التي يعني نظمتها وأطلقتها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع الجيش الأردني والديوان الملكي الأردني وعدد من شركات القطاع الخاص. إحدى هذه الشركات هي شركة حكيم التي تؤمن سجلات طبية إلكترونية لمن يقومون بتركيب الأطراف من الغزيين، تتابعهم، يتم متابعتهم من خلال أطباء في العاصمة الأردنية عمان والتواصل معهم إلكترونيا للإشراف على حالاتهم الصحية باستمرار وضمان الاستخدام الأمثل لهذه الأطراف الجديدة. آسيا، شكرا جزيلا من عمان مراسل المشهد عرار شلول على كل هذه التفاصيل والمعلومات حول هذه الحملة.